انا عايز ادخل في اجواء المباراه على طول، لان خلاص انت عندك ايه النهارده الاثنين 3-4 وماتش يوم الخميس، فلازم كده ايه نعيش بقى الاجواء بتاعت ماتش الاهلي والزمالك. وتبقى دايما مباراه الاهلي والزمالك مباراه صعبه للغايه، الاهم ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. فبالتالي النهارده الفريق زي ما قلت حضرتك اتحرك من مطار القاهره الدولي في تمام الساعه الثانيه ظهرا، وعلى وشك الوصول باذن الله تعالى لمدينه ابو ظبي عشان يبتدي استعداداته النهائيه لهذه المباراه. اللقطات اللي قدامنا دي لقطات تحرك الفريق النهارده من مطار القاهره الدولي. التجمع كان مبكر شويه، كان في تمام الساعه العاشره صباحا، وبعد كده وصلوا لمطار القاهره قبل ما تتحرك الطياره بساعتين. بالتالي مستر ريني فايلر يعني اختار القائمه الخاصه بمباراه السوبر. القائمه فيها كل لعيبه النادي الاهلي، كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي موجودين في القائمه دي، وده تحسبا لتغير الظروف مثلا او لا قدر الله اصابات او اي شيء. انت كده كده كل اللعيبه ما شاء الله لا قوه الا بالله جاهزه جدا، فيما عدا اللي تم استبعاده، يعني اللاعب الوحيد تم استبعاده هو صالح جمعه. فيما عدا صالح الكل موجود والكل جاهز، سواء جاهزيه فنيه او بدنيه، بدليل ان مستر ريني فايلر بيغير في التشكيله على مدار المباريات اللي فاتت، فده امر مهم جدا وامر يحير اي منافس هيقابل النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه.